تأسست كلية الصيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في عام 1979 ميلادياً بإرادة ملكية سامية كأول كلية صيدلة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي نمت وتطورت فأصبحت من أعرق كليات الصيدلة محلياً وإقليمياً وعالمياً. كان لكلية الصيدلة الريادة في إنشاء قسم الصيدلة السريرية ضمن مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، فخطت رؤيتها ورسالتها عبر منهجية قوامها التميز والريادة والتفوق والإبداع لإعداد صيادلة مؤهلين يملكون كفاءات تنافسية عالية من خلال بيئة أكاديمية تميزت بالنشاط البحثي والشراكة المجتمعية المنتجة. وكان لتلك المنهجية والرؤى التي سارت عليها الكلية الدور الكبير في وضعها ضمن قوائم الاعتماد الأمريكية وبتصنيف متقدم عالمياً. ولم يأتي كل ذلك من فراغ، بل بجهد الكادر الأكاديمي المميز الذي يتألف من كوكبة من العلماء في كافة تخصصات العلوم الصيدلانية ومن كافة الرتب والدرجات العلمية. وامتازت كلية الصيدلة ببنية تحتية متطورة تشمل العديد من المختبرات العملية والتشبيهية والقاعات التدريسية بهدف تدريب الطلبة في بيئة تحاكي البيئة الحقيقية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءاتهم المهنية وتأهيلهم وصقل مهاراتهم في الممارسة الصيدلانية. هذا بالإضافة إلى المراجعة الدائمة والتحديث المستمر للخطط الدراسية في ضوء المتغيرات والمستجدات المعاصرة، وفي ضوء ما ذكر يحق لكلية الصيدلة أن تطرح وبفخر برامجها الأكاديمية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعربي في درجة البكالوريوس في الصيدلة ومدته 5 سنوات، وتخصص دكتور صيدلة ومدته 6 سنوات. وأما على صعيد الدراسات العليا، فتطرح الكلية العديد من برامج الماجستير المتخصصة في علوم الصيدلة المختلفة، وتعد كلية الصيدلة من الكليات الرائدة في مجال البحث العلمي، حيث يمتاز الكادر الأكاديمي بغزارة النتاج العلمي والنشر في أعلى المجلات العلمية تصنيفا. لا بل إن العديد منهم كان له الفضل بتسجيل براءات اختراع ساهمت في تطوير صناعة الدواء. وستواصل كلية الصيدلة شق طريقها بثقة وتفاؤل يحدوها الأمل بغد مشرق وتسارع الخطى برؤية طموحة لمستقبل أكثر تطورا وازدهارا، مترسمين خطى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين راعي مسيرة العلم والعلماء في أردننا الغالي.